أما من مات على غير الإسلام فحرم من رحمة الله في الآخرة، وحرم من شفاعة الشفعاء، والدليل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه الآية ليس معناها أن الكفار يأتي من يريد أن يشفع لهم فترد شفاعته، لا، ليس هذا معناها، بل معناها أن من مات على الكفر لا يرى شفاعة بالمرة ولا يشفع له شافع بالمرة، لأن الله قال في القرآن الكريم: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الذي مات على الكفر لا يحاول أحد الشفعاء أن يشفع له، لا، من الأول لا يشفع له شافع. والذي مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. إذا كان الماء المروي حرام عليهم، إذا كان الرزق النافع ممنوع عليهم، فمن ذا الذي سيشفع لهم؟